اهلا بيكم معانا حلقه جديده من سفره طبيعيه صدى البلد، معاكم توته مراد. هنبتدي ان شاء الله في اكلات العيد عشان نعمل من بدري، عشان عايزه تجربي كده في البيت كميه قليله ليكي كده في البيت، من غير ما مثلا تعملي عزومه او يعني تبقي قلقانه على عزومه العيد ان يكون الحاجه مش مظبوطه. فان شاء الله هنبتدي من دلوقتي اكلات العيد. كل سنه يا رب وانتم طيبين، ويجعل دايما الايام كده اللي جايه بخير، وتفضلوا دايما معايا ومنورين دنيتي. طيب هنعمل رقم واحد الممبار. الممبار بتشتريه متنظف جاهز، او لو انت مثلا هتذبحي بتنظفيه وتقلبيه الناحيه الثانيه وتكحتي خط الدهون اللي موجود وتنقعيه في ميه وليمون عشان يبقى ابيض قشطه زي ما انتم شايفينه كده. طيب يبقى قلنا عندي ممبار اي كميه، بقى انا هعمل الحشوه للكميه اللي عندي، وانت طبعا تقدري تضاعفي الكميه براحتك. يبقى قلنا معايا ممبار متنظف ومنقوع في ميه وليمون ومتصفي. معايا كمان كوبايتين رز مصري مغسول ومتصفي، مش منقعتوش طبعا، مش هننقع الرز المصري. معايا كمان عصير طماطم، صلصه طماطم وبصلايه مبشوره وربع كيلو لحمه معصجه. انا بحب دايما الممبار يكون فيه لحمه مفرومه، تقدري انك تستغني عنها خالص او تقدري انك تحطيها، بس عايزه اقول لكم لو حتى كميه قليله جدا بتدي طعم تحفه للممبار. فلفل احمر مفروم حامي طبعا، ممكن تبدليه برومي. معايا كمان شبك كزبره بقدونس، الخضره بتاعتنا العاديه خالص. معايا زيت وكميه زيت حلوه، لان انا مش هسبك الخلطه، خلطه الممبار مش بتتسبك، فبالتالي لازم كميه دهون زياده شويه عشان الرز بتاعي فلفل وما يعجنش. البهارات بقى بتاعتي معايا طبعا ملح وفلفل، معايا بهارات لحمه، معايا كزبره ناشفه وبس، ما عنديش حاجه ثانيه. طيب الميه اللي هسلق فيها الممبار بتكون تكوينها ايه او عباره عن ايه؟ معايا ميه مغليه، معايا حبهان، ورق لورا، قرفه خشب، فلفل اسود، حصى، وزودوا من عندكم بصلايه متقطعه اربعه، او انا هاخد حتى شويه من البصل بتاع طاجن اللحم. يبقى كده قلنا مقادير الممبار عندي، وهنعمله مع بعض واحده واحده، نمشي مع بعض بالتفاصيل. طاجن اللحمه بالبصل مقاديره برده سهله جدا، معايا نص كيلو لحمه، قاعده كده ثابته كميه اللحمه عندي قدها بالظبط بصل، يبقى عندي كيلو لحمه لازم احط له كيلو بصل. معايا طماطميه مبشوره ودي اختياري، بس بتدي لون حلو قوي للطاجن. معايا كمان فص ثوم متقطع شرايح او مفروم على حسب المتاح عندك، كزبره مفرومه، ميه مغليه، قرفه، وجوز الطيب اختياري طبعا، جوز الطيب عشان في ناس مش بتحب تستخدمها. معايا مستكه، ورق لورا، وملح وفلفل اسود وبس كده، ما عنديش حاجه ثانيه. طيب مقاديري سهله قوي وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه صعبه ولا فيها حاجه تقلقني ان انا ادخل اعملها، بل بالعكس الموضوع لو مشيتي مع الخطوات واحده واحده هتلاقي احلى نتيجه في الدنيا. طيب تعالوا كده نسمي بالله ونقول صباح الورد يا سموحه. صباح الخير، ازيك يا صباح الورد، عامله ايه روح قلبي؟ الحمد لله، ربنا يصلح حالك يا رب ويحسن من بين ايديك يا رب. اللهم امين، يسلم لي قلبك. قولي يا رب كل سنه وحضرتك طيبه واسره برنامج طيبه والدنيا كلها يا رب طيبه يا رب، وانت بالصحه والسلامه. قولي كده، ده شغل العيد بقى، شفتي بقى داخلين شمرنا وداخلين على المنبر والفشه والحاجات الحلوه دي. انا عايزه اقول لك ان انا بعمله زي حضرتك كده بالظبط. بتعملي ني في ني برضه صح؟ لا ما بسبكش القوطه فعلا، هو فعلا وبقطع قوطه بقى، بس مش بعملها عصير، بعملها مكعبات حتت صغيره. طب قولي لي جربتي تحطي فيه لحمه ولا لا؟ لا بصراحه بقى دي فكره جديده، هحط كده عليه. طب جربي بس، بصي يعني يا دوبك مثلا لو هتعملي 2 كوبايتين رز حطي يا دوبك اقل من ربع كيلو لحمه، هيفرق معاكي جدا في الطعم. ماشي يا شفتوته، ربنا يصلح حالك يا رب، ربنا يصلح حالك يا رب، ربنا يصلح حالك. يسلم لي قلبك يا قمر، نورتيني. طيب انا حطيت عندي، ركزوا، حطيت شويه زيت، عايز تحطي سمنه حطي. انا كده بعمل ايه عشان تبقوا مركزين معايا؟ بعمل طاجن اللحمه بالبصل. هحط عندي كام فص مستكه كده يدوني طعم حلو، اهو فصين مثلا مستكه، وهحط وحدتين او وحده حبهان، وكام وحده فلفل اسود اهو. انا بقى عايزه اعمل ايه عشان الاخر الاقي ان طاجن اللحمه بتاعي لونه حلو، ما الاقيش ان لونه فاتح او ميته كتير، فلازم ادي اللحمه تشويحه حلوه، وكمان يفضل ان اللحمه تكون بالقطعيه دي، يعني بصوا بالحجم ده. انا عايزه اطلع لكم بس، نشوف مثلا الماسك، اطلع لكم بس واحده تشوفوا التقطيعه بتاعتها، يعني بصوا مش عايزه اكون اكبر من كده عشان تبقى ماشيه كمان مع البصل اهو، شايفين اهو التقطيعه دي حلوه جدا، ما تكونش اكبر من كده ولا اصغر من كده. تقليبه حلوه، اديتها حبهان، وعايزه كمان لو تدي ورقه لورا ممكن برده، ناخد شويه من بتاعه الشوربه اهو. كل الحاجات دي انا بعملها ايه؟ بدي طعم للطاجن، يعني مش بخليه بس نطاج لحمه بالبصل وخلاص، لا، شويه حاجات بسيطه. عايزه اقول لكم لو تاب الواحد مختلف بيدي طعم حلو جدا في الاخر اهو. انا بقى لازم اعمل ايه؟ افضل اقلب كل الكلام الحلو ده عندي لحد ما اللحمه تاخد لون حلو. تاخدوا بالكم برده من
النقطه دي، يعني كلها تبقى واخده لون متحمر. ادي اهو، نفضل نقلب مع بعض لحد ما تاخد اللون الدهبي. تعالوا بقى نديها البصل. البصل مش عايزاه يكون مفروم ناعم، يعني بصوا عندي مثلا البصل ده والبصل ده. ازيك يا شاري؟ صباح النور. ايه الجمال ده؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ يا روح قلبي ربنا يكرمك. لا انا اجي بقى وبصي. يلا يلا والله انا جاهزه، انتوا قولوا تعالوا وانا عينيا ليكم. لا لا مستحيل، بصي الاكله دي ما بنقدرش نمسك نفسنا قدامها. لا حبيبه قلبي، اه والله العظيم اكل العيد ده عايز لمه. يسلم قلبك يا روحي. تسلم ايديكي، اجمل حاجه بتعمليها لنا والله. يا تسلم عيونك وقلبك وذوقك يا روح قلبي. حياتي تسلمي حبيبتي. عايزين بقى نعرف نتبل المشويات حلو، بحيث ان هي ما تتحرقش زي ما بيحصل مننا في البيت. عينيا تطلع زي الكبابجي بالظبط. عيوني، هنعمل تتبيله كذا تتبيله ان شاء الله الاسبوع ده للحم المشويه، بس مختلفه عن اللي عملناها السنه اللي فاتت واللي قبلها ان شاء الله. تسلم ايديكي، دايما انت بتعملي لنا احلى حاجه. يسلم لي عيونك وقلبك يا روح، صباحك زي الورد. طيب بصوا بقى، عايزه اقول لكم الريحه عندي روعه على الرغم من بساطه المكونات، بصل وشويه توابل بسيطه جدا والملح والفلفل لسه ما ملحتش الفلفل وبس. المستكه مديه عندي ريحه حلوه جدا، الحبهان مدي برده ريحه حلوه، ورق اللورا، كل الحاجات دي هتساعد في الاخر ان انا اخد طعم حلو جدا. طيب انا المفروض بقى لو في البيت هعمل ايه وقتي براحتي خالص؟ اللحمه عندي هتتحمر تاخد لون بني، تمام؟ هنزل بعد كده بالبصل وافضل اقلب فيه لحد ما ياخد كمان من لون اللحم. فبما اني معايا وقت النهارده شويه، فهسيبهم على النار لحد ما يبتدوا يغمقوا شويه، ونبتدي نجهز كمان حشوه الممبار. اهو شايفين انا بقلب كل الحاجات دي. لازم البصل عندي يكون قد كميه اللحمه، ما ينفعش ابدا ان انا احط مثلا كيلو لحمه احط عليه بصلايه، لا. هو الاساس بتاعي اسمه طاجن لحمه بالبصل، فعشان يطلع معايا البصل لما يكرمل ويستوي بيديني طعم خرافي. فانا هسيبه دلوقتي، ممكن حتى انقله على الناحيه الثانيه اهو مثلا كده، مش هديله الميه خالص دلوقتي. لو تاخدوا بالكم كمان انا لسه ما ملحتش خالص. ازيك يا سمسم؟ ايوه ازيك. ازيك انت؟ الحمد لله، بحبك قوي قوي. ربنا يكرمك ويفرح قلبك، يسلم لي عيونك. الحمد لله، ايش اخبارك انت؟ بخير. بس عليك وعلى المخرجين كلهم. العريش، انا شفت اهو العريش، احسن ناس في الدنيا. يسلم لي قلبك يا روحي. اموريني، عندك اي سؤال؟ عايز اعرف كيف اعمل الكبده. الكبده المشويه؟ اه حالا دلوقتي اقول لك طريقتها على طول. لا شكرا. يسلم لي قلبك يا روحي، نورتيني. اهل عريش كلهم احسن، يعني احلى تحيه ليهم كلهم. طيب تعالوا بقى نعمل دلوقتي الحشوه بتاعت الممبار، ومش هنسى طبعا هقول الكبده المشويه، وهنعملها برده معاكم باذن الله. عندي الرز، ركزوا بقى معايا عشان الخطوات دي مهمه، عشان تطلعي الممبار لونه محمر مش ابيض كده وتحسيه مش زاهي زي اللي بناكله من بره. من بره بيكون الحشوه كده لونها متحمر. عندي الرز اهو، وعندي البصلايه المبشور واحده واحده، هو الموضوع والله سهل. والفلفلايه دي بقى الدلع كله كده زي ما بيقولوا، بتبان جوه بعد القليه بعد ما يتقلي ان في حتت صغيره كده متحمره مختلفه عن بقيه الحشوه، فالخطوه دي فعلا بتدي طعم وريحه حلوه جدا. طب انا مش عايزه اعمله مشطشط عشان الولاد تقدر تاكله، حط فلفل الوان، فلفل احمر مش حامي مفروم برده، وازوده على الخلطه بتاعتي. وادي الخضر، انا بحب بصراحه ازود الشبت، ممكن على فكره في ناس كمان بتحط شبت بس، يعني مش بيحطوا شبت كزبره وبقدونس، بيحطوا شبت بس. ادي اهو كده، وادي البقدونس والكزبره. طيب فاضل ايه عندي؟ شويه اللحمه، او زي ما قلت لكم بصوا كميه، يعني حتى انا مع الصاجه حابه اقول لين خدت يا دوبك نصهم، تمام؟ فالموضوع ايه يعني مش هيبقى مكلف قوي. وادي صلصه الطماطم. يا صباح الهنا. يا صباح العسل. صباح الورد. عامله ايه الحلاوه دي؟ شفتي بقى الممبار يعني الخلطه؟ أيوة. ريحتها عايزاكي تيجي على طول كده. نحمر لنا دور محترم ونقعد نرغي. أيوة. الصبح انا بقى بحب انشفه بقى في التحمير. واخده بالك؟ وايه بحب شربته. مش كل الناس والله بتشربها، مش عارفه ليه، مع ان انا من الناس أنا اللي بشربها بحبها. عادي احط فيها اسقسق فيها كده واكل. الله الله الله، انا هخلص الحلقه واحمر لي واحده كده متحروقه حلوه عشان تقرمش
ايوه وتجربي بقى الشقسية في الشوربه. هعمل كده بس تقوليني. لا يا سلام، بكره يكون الرد عندك على طول. طيبه يا حبيبتي، يا روح قلبي، تسلم ايديكي والله. يا رب وانت طيبه. وكل سنه وكلكم طيبين، الاستاذ سباعي وايوتا ومحمد وكل الكاميرات. ان شاء الله تكونوا بخير جميعا. حبيبه قلبي وانت دايما معايا كده كل سنه. منوره كده. والنهارده بسم الله عيد يعني. النهارده اول حاجه ربنا يكرمك. هنبتدي بقى النهارده اول يوم بقى على شغل العيد ان شاء الله. باذن الله يا حبيبتي، ربنا يقويكي بقى. انت عارفه العيد اللحمه ده بيبقى برضه لسه في كرشه وفي فشه وفي في كوارع وفي يعني حاجات دلع كتير قوي ان شاء الله. تسلم ايديكي وربنا يقويكي وكل سنه وانت طيبه وبخير، وكل المشاهدين بتوعك يكونوا بخير وكل سنه وكلهم طيبين يا رب. اللهم ومصر كلها طيبه والعالم كله. عيد اضحى كده مبارك علينا جميعا يا رب. ودايما كلنا كده متجمعين سوا مع بعض، ما يخيبش مننا حد ابدا. حبيبة قلبي صباحك زي الورد. طيب بصوا بقى، انا عندي عملت ايه؟ لسه البصل ما تكرملش يعني، لسه لونه فاتح، انا عايزه اغمقه عشان يديني لون صوص حلو. حطيت الطماطمية المبشوره دلوقتي، وحطيت كمان شويه فلفل اسود حلوين، وحطيت كام فص ثوم متقطع شرايح، وهقلبه كله مع بعض واسيبه ياخد ويدي. بس هقلب قبل ما اخد الفاصل، هقلب معاكم خلطه المباراه عشان اوريكي امتى توقفي اضافه الزيت عشان الخلطه بتاعتك تبقى بتلمع وشكلها زي الفل. يعني اعتقد هحشي معاكم بس بعد الفاصل. طيب حطيت كل المكونات بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين. نشيل كده حاجتنا اهو. بصوا بقى الالوان، يعني شايفين انا ممكن ازود كمان شويه ايه، كزبر اهو. لون الخلطه لما بناكل ممبار من بره بنلاقي ايه، ان بنقول هو ازاي لونه متحمر كده يعني، او ازاي الرز مفلفل كده ومظبوط. كمان هقول لك تكه واحنا بننزله في الميه ازاي ما يفرقعش منك، لان في ناس كتير بيفرقع منها. هنعمل خطوه صغنطوطه خالص، لا يمكن تلاقي نقطه رز في المرقه بتاعتك، عشان نغمتها كده زي ما ايه حبيبه قلبي مدام ناديه قالت اهو. شايفين انا بقى لو عملت كده ورحت حشيها هتلاقي الرز قافش وبعضه والنشا بتاعته مش مظبوطه وحالته هتبقى حاله. خطوه الزيت دي مهمه، لازم الاقي الخلطه في ايدي بتلمع. هجيب الزيت، تعالوا كده نجيبه وبعدين ايه اقول لكم ازاي الخلطه تفضل بتلمع. شايفين اهو، وهزود شويه عصير طماطم. يبقى حطيت ايه، حطيت الرز بتاعي وحطيت التوابل بتاعتي، حطيت ملح وفلفل وشويه بهارات لحمه، وهقلب كل الحاجات دي مع بعض. اقدر بقى ان انا اعمل الخلطه دي مثلا قبلها بيوم وحش تاني يوم الصبح لو انت حابه مثلا تقعدي. بس انا من الممبار من الحاجات اللي ما بتحبش تبات قوي في الفريزر عشان الرز بيكسر، فخدوا بالكم برده من النقطه دي. نزود شويه عصير طماطم اهو، بتزودي لحد ما تظبطي اللون، يعني مش عايزاه يقلب طبيخ وفي نفس الوقت مش عايزاه يبقى ابيض كده ولونه بهتان اهو. كمان تزويد الزيت ده بيريحك في الحشو، ما تيجي تحشي ما يزهقكيش. بصوا بقى لون الخلطه عندي بقت عامله ازاي اهو، شايفين. اقدر اعمل الخلطه دي بالظبط للمحشي، اي نوع محشي اقدر اعملها، يعني بتنجان، كوسه، فلفل، اي حاجه انت حباها. والكرنب برضو بتبقى حلوه، ورق العنب يعني ممكن تبقى متسبكه افضل، او لو هتزودي الطماطم الطماطم تبقى متسبكه. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هروق الدنيا حواليا، مش هعمل اي حاجه لحد ما انتم ترجعوا لي. والطاجن اللحمه برضو مش هاجي جنبه، ممكن اطلع نسخه من الفرن عشان تشوفوا شكلها ان شاء الله بعد السوا. ناخد فاصل ونرجع لكم على طول من تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم. طلعت طبعا الممبار اللي انا كنت اوريدي قالياه قبل الهوا، شويه رز بشعريه عشان الطاجن بتاعي. طيب تعالوا بقى، الخلطه بتاعتي بتلمع جدا، ريحتها حلوه. انا بس زودت شويه فلفل احمر حامي عشان يديني لون احلى واحلى. هنعمل بقى نشوف ازاي احشي الممبار بتاعي اهو. طبعا يا خديجه، ازيك يا خديجه؟ ايه الجمال ده والحاجات الحلوه دي؟ ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه روح قلبي؟ الله يخليك، انت هتخليني اقوم اعمل ممبار. طب يلا دلوقتي. طب يلا يلا، وانا وانا معاكي في اي سؤال اهو. بس انا زعلانه منك عشان طلبت منك العكاوي وعملتها. عملتها والله. ما شفتكيش. لا هنزلها لك دلوقتي على طول، عيوني ليكي. ربنا يخليك ويحفظك وربنا يوفقك يا رب. يا رب يا روحي، وحاجتك كلها جميله ويعني سيف 100 100. ربنا يكرمك ويفرح قلبك. الله يخليك حبيبتي يا طنط، يسلم لي قلبك وذوقك، صباحك زي الورد. ماشي يا سباع. بصوا انا عايزه اجيب لكم الخطوه، فبحاول اروح لكم من كل اتجاه. انا بعمل ايه اهو، شايفين كده اهو، بعمل كده بروح قلبه ده كده، فبحيث الحته دي عندي تبقى باينه، يا رب تكون واضحه ليكم. واروح منزله ده كده تمام، مش عارفه انتوا هتجيبني منين يا سباع اهو.
وبعمل كده بزق بايدي اهو اهو تمام. في ناس طبعا بتحشي كده اهو، بس انا بالنسبه لي بحس ان الخطوه بتاعه ان انا احطه كده واحرك ايدي الاثنين بتبقى اسهل. فانت ايه يعني اختياري على حسب. اهو بعمل كده واروح مفضيه، ما ينفعش بسيبه بقى مكتل. طبعا بفضي كل الرز ده، اسيبه بقى حته هنا تخينه وحته رفيعه، لا ما ينفعش. بعد السوا هتلاقي الحته دي فرقعت مش هتستحمل. تمام اهو بعمل كده، بدخل كل الحاجات دي. شايفين اصلا لون الخلطه؟ وبعدين الزيت عندي مسهل الموضوع، يعني مخلي ايه، شايفين الحاجه بتدخل ازاي على طول. اهو بفضل افرك كده واكمل. طبعا احنا في البيت بقى مش بنلبس الجوانتي ده، مش بيبقى مزهقنا كده، بس انا مش هقدر اعمل من غير الجوانتي، مش عشان يعني ايه اي كومنت، بس الفكره ان انا هروح ريحتي كلها خضره ومحشي وشبت والكلام ده. اهو شايفين تتملي عندي هنا، اروح عامله كده كل ده عندي كده يبقى مظبوط، بيتفرد بالطريقه دي. اعمل ايه بقى التكه اللي انا قلت لكم عليها اللي هتخلي الممبار بتاعي ما يتفتحش؟ ان انا هعمل فيه فتحات. لو انت عندك مثلا دبوس تسخنيه على نار كويس جدا عشان يتعقم، وبعدين تبتدي تعملي فيه فتحات. شوكه تدي الممبرايه القطعه كم فتحه بالشوكه، كم نغزه كده عشان تظبط معاكي. اهو شايفين كل ده كده اهو ببتدي انزل. يعني بصوا السمك ده يبقى مش اكتر من كده، شايفين الحشو بتاعي مفروض ازاي جوه اهو، ما يكونش اكتر من كده. كمل برضو بقيه الحاجه، نمسك كده من فوق وازق الكلام ده كله عشان ايه يتساوى معايا. طب تعالوا واحنا بنحشي الممبار كده نقول مع بعض تتبيله الكبده المشويه، عشان حبيبتي اللي كلمتني من العريش. معايا ميه بصل حبه حلوين كتير، ومعايا ملح وفلفل، شويه كزبره، شويه كمون، رشه سكر، رشه صويا صوص لو انت حابه، واتبل الكبده فيها، ونص ليمونه طبعا، عصير نص ليمونه. احط فيها الكبده حوالي مثلا من ربع ساعه 10 دقايق، وطبعا الكبده مش بتتغسل عشان برضو ايه الخناقات اللي بتحصل عشان موضوع غسيل الكبده. لا الكبده يا جماعه مش بتتغسل ابدا ولا تتنقع في لبن ولا الكلام ده، لا هو انت بتاخديها من الجزار وهي سخنه كده تروحي متبلاها على طول ومسويها عشان تطلع معاكي مظبوط. تعالوا نعمل واحده كمان من ال ماشي، عشان طنط خديجه اهي العكاوي هتنزل دلوقتي على الشاشه، عشان ايه حبيبه قلبي طنط خديجه تقدر ان هي تطبقها بكل سهوله. وبرده الحلقه موجوده على صفحتي، يعني البوست موجود على صفحتي عشان تقدروا ايه ان انتوا تلاقوا المقادير بالطريقه بالبوست. بصوا بقى الخطوه اللي انا بقولها دي بتسهل ازاي عليا، انجز بكتير من ايه ان انا امسك الممبرايه. شوفوا الجوانتي خلاص مزهقني اهو كده، ده بقى ما بياخدش ثواني. لو عندي في البيت كده احط الترابيزه في المطبخ وفي ثواني بكون مخلصه الكميه كلها. هبصوا اتملت ازاي اسرع بكتير كده زي الفل. هكمل دي كمان واكمل معاكم كمان الطاجن عشان انقله. الطاجن تسويته بقى اقدر اسويه من اوله لاخره على النار، واقدر اسويه بقيه تسويته في الفرن، بس انا بصراحه بحب الفرن اكتر. بصوا دي اتحشت ازاي بسرعه، شفتوا الانجاز بقى في الخطوه اللي انا قلت لكم عليها، احسن بكتير من الثانيه اهو. حاضر، عشان حبيبه قلبي طنط خديجه تقدر ان هي تجرب العكاوي. انا عملت لك اهداء مخصوص والله يا روحي ساعتها اهو. شايفين اتظبطت اهي. انتوا بقى ظبطوا الحشو ده بتاعكم انتوا، لازم قبل ما انزله اشيل كميه الرز اللي عليه. طيب تعالوا هاخد ده كده ناخده هيله بيله كده وننزل عندي. الميه عندي فيها ايه؟ فيها بصل، فيها حبهان، فيها ورقه لورا، فيها شويه فلفل اسود، كل الحاجات دي مع بعض عندي. طيب الممبرايه عندي زي ما قلت لكم بعملها كام واحده كده بالشوكه عشان ما تفتحش معايا. اروح عامله كده ماسكاها من هنا ومن هنا، الميه المفروض تبقى بتغلي، واروح منزلها كده تمام اهي. لازم الميه تبقى بتغلي كويس جدا، ما تنزلهاش ابدا وهي برد. تشيل بقى ايه كل الشبت والكزبره والحاجات دي، واروح جري للطاجن بتاعي اهو. الطماطم بقى عامله ريحه حلوه جدا، اقدر ان انا ازود شوربه، اقدر ان انا ازود عصير طماطم دي او دي. ازيك يا ريم؟ ازيك يا شيف؟ ازيك يا قمر؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. قولي لي بتحبي الممبار ولا لا؟ ايوه. طب كويس. طب شفتي بقى الطريقه بتاعتنا هتجربيها؟ اه. طيب هستناكي تطمني تقولي لي الاخبار ايه. ماشي ماشي روح قلبي. قولي لي عندك اي سؤال؟ اه ممكن اعرف طاجن المكرونه باللحمه؟ عينيا اللي هو بتاع المحلات بتاعت الكشري؟ اه. عيوني حالا دلوقتي اقول لك عليه على طول. صباحك زي الورد يا روحي. طيب الريحه عندي بقى انا ممكن في المرحله دي ابتدي اظبط شويه الملح عندي،
وهزود شويه زيت صغنين بس عشان الطاجن بتاعي يبقى بيلمع كده وشكله حلو. اقدر ان انا ازوده شوربه، اقدر ازوده عصير طماطم، اقدر ازوده ميه بس مغليه او مكعب مرق مثلا لو انت ما عندكيش شوربه جاهزه، دي بتاعتك انت. الممبار بيقعد عندي قد ايه في النار على في الحله؟ اولا باجي اغطي الحله ما بغطيهاش بالكامل، يعني بسيب الغطا مرجل كده او متوارب زي ما احنا ايه الكلمه اللي احنا عارفينها. 45 دقيقه بالظبط وبطلعه يتصفى، تمام بيتصفى تماما يعني ما يكونش فيه ولا نقطه ميه، وبعد كده انزله في زيت سخن وغزير يتقل. طيب الطاجن عندي هنقله اهو دلوقتي، اللحمه بتاعتي. يا استاذه منال ازيك يا قمر؟ من الجامعه دي يا ولاد. ازيك يا روح؟ ايه العسل ده يا روح؟ انت لسه جايه من الجامعه ولا جايه من البيت؟ شفتي شنطه المدرسه على ظهري اهي. والله عسل 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 يا روح قلبي، ربنا يكرمك. تسلم ايديكي فعلا على المنبر وعلى التكات الحلوه الجديده دي. يسلم ذوقك وقلبك انت والله اللي عيونك حلوه. قوي اللحمه اللي انت حاططيها. انا ما بحطش لحمه خالص، بس ممكن كنت بعمل في المحشي كده. لا جربي بقى اللحمه في الممبار، يعني مش قادره اقول لك بيتخانقوا عليه لما بتعملي. لا انا هعملها بقى بمناسبه ان احنا بقى عيد بقى ولحمه، وانت عارفه كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يعني. يا رب يا رب، وانت بالصحه والسلامه ودايما كده مسمعاني صوتك الحلو. حبيبه قلبي والله ده انا مبسوطه بيكي. انا على فكره بحاول اتصل بيكي من بدري، بس ما شاء الله حبايبك كتير قوي النهارده. ربنا يكرمك ويفرح قلبك. شكلك عاجبني قوي قوي النهارده، كأنك جايه من الجامعه. ربنا يخليك. كشيته كشيته 10 15 سنه. انت خسيتي شويه كمان. ربنا يكبر بخاطرك والله، ربنا يفرح قلبك. شوفي مهما تقولي اي حاجه للست اللي انا عارفاها، انت خسيتي دي حاجه حلوه. ربنا يكرمك ويفرح قلبك. عسوله ربنا يكرمك يا روح. يسلم قلبك وذوقك. صباحك زي الورد حبيبتي، نورتيني. شوفوا اي حاجه تتقال للست غير انت خسيتي دي لوحدها تفرح بلد والله، احسن ما تديني حتى 200 جنيه في ايدي. يا نهار يا قمر. وحشاني والله والله، وانت وحشني جدا جدا. كان نفسي ادخل المداخيه دي في عيد ميلادك عشان اقولك قدام الناس وياكم سنه وانت طيبه. يا روح قلبي ربنا يكرمك ويفرح قلبك يا روحي، ودايما كده مسمعني صوتك الحلو. ربنا يسعدك ودايما منورانا بحاجاتك الجميله حبيبه قلبي، ربنا يفرح قلبك. وتطبيقاتي بقى هبعتها لك ان شاء الله. يلا يلا انا مستنيه، يلا انا مستنيه اهو، ابعتي لي على طول عشان ايه ننزلها كمان على الشاشه باسمك. حبيبه قلبي يا نهار، صباحك زي الورد. شفتوا بقى الطاجن؟ شايفين الطاجن شكله عامل ازاي؟ والممبار عندي اهو. كنت عايزه اعمل حركه بس احنا معانا وقت يا استاذ سباعي. 5 دقايق انا بس، الزيت سخن قوي. بصوا بقى، تعالوا بقى نشوف بقى اللي كنا بنحكي فيه. بصوا نازله ايه اسد في الحله، قفلت اهو الحشوه مظبوطه، ما عنديش حته مفرغه ابدا. بصوا قفلت ازاي من هنا اهو، عشان كده كنت قلت لكم تنزلوا تمسكوا الطرفين وتنزلوه في الميه اهي. تعالوا كده نشوف الثانيه اهي، انا بس هنقلها هنا لو ممكن يا استاذ سباعي عشان النار هنا سخنه جدا اهو. بصوا ده اللي انا كنت بتكلم فيه. في ناس تقولي اول ما بينزل على طول يتوت تروح الرز فارط منه ونازل، اهي نازله زي الفل ولسه ما كملش سوا، ولون الحشوه من جوه متحمر، يعني هي دي النقطه. عشان كده قلت لكم اظبطوا الحشوه بتاعتكم، هو الممبار كله في تنظيفه وفي الحشوه بتاعته، غير كده كل حاجه بعد كده سهله. يعني حتى لو انت اول مره تعملي الممبار اهو، احنا عملناه في ثواني، مفيش اي حاجه صعبه ولا اي حاجه فيها مشكله. انت بس جمدي قلبك وخذي الخطوه، وانا طبعا معاكم على الصفحه قاعدين مع بعض على طول عشان لو عندكم اي سؤال. طيب الطاجن بتاعي، تعالوا بقى انا خلاص انا كده خلصت حاجتي، تعالوا نشوف عملنا ايه النهارده. عملنا الممبار وشايفين من جوه، يعني الممبرايه لونها حلو جدا، شايفين ذهبي طبعا بيتقلي زي ما قلت لكم كانك بتقلي بطاطس بالظبط، متحمر وريحته وطعمه يجننوا، يعني فعليا هتتخانقوا عليه لما تعمليه. طاجن اللحمه اللي بالبصل، البصل عندي هوريكم برده كده ايه، هجوعكم مش هوريكم. بصوا عندي البصل لوحده حكايه، يعني البصل المكرمل ده شايفين ده، يعني مع شويه رز بشعريه شعريه كتير زي اللي احنا عاملينه ده، وتبقى يعني ترفعي راسك بقى خلاص، انت عملتي اكله مصريه اصيله طعم وريحه حلوه قوي. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. عملنا مع بعض النهارده طاجن اللحمه بالبصل، وعملنا كمان الممبار عشان اكلات العيد ان شاء الله يا رب يعود علينا الايام بخير. انا الطاجن ده تسويته برده عشان اقول لكم عليها، زوده ميه مغليه يا دوبك يعني قبل الوش بشويه، تغطيه وابتدي ان انا اقفله في فويل، ادخله فرن سخن على 200 شغال بس من تحت لمده 45 دقيقه. في الاخر اخر 5 دقايق برفع بس الفويل عشان ياخد وش وتحميره زي الطاجن بتاعي اللي انا مجهزاه قبل الهواء.
كل حاجه تنزل على صفحتي زي ما احنا متفقين او متعودين مع بعض. وانتوا لو عندكم اي اسئله ابعتوا لي برده على رسائل الصفحه. كملوا معايا حلقات العيد لسه فيه فشه وكرشه وكوارع والحاجات الحلوه بتاعه المذبح وحاجات العيد ان شاء الله. تعالوا بقى ناخد فاصل سريع ونرجع لكم على طول من تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل ما غبناش عليكم. طبعا الجو ده او الفتره اللي احنا فيها دي بيكون نفسنا مش هفانه قوي على اكل البيت اكتر من الاكل العادي، يعني الاكل اللي هو بتاع الشارع بتبقى نفسنا فيه اكتر، بيتزا ومكرونه وبرجر والحاجات اللي هي والشاورما بقى والحاجات الحلوه دي، وبالتالي بيزود سعرات كتير. وبنرجع نقول يا ريت اللي جرى مكانه. طبعا احنا كمان خلاص يعني داخلين على العيد واكلات العيد كلها بتكون دهون كتير بقى، والفته وعيش ورز وكميه سعرات يعني كبيره جدا. طيب نقدر نحل الموضوع ده ازاي او نقدر ننزل من وزننا ازاي في الفتره اللي جايه او في فصل الصيف زي ما احنا بنقول كده؟ كل ده هيكون عن طريق الكورسات المقدمه من منظومه خبير التغذيه دكتور دعاء سهيل، ازاي اقدر اخس بدون حرمان، بدون تقيد، بدون ورقه كده فيها روتين يسد النفس او يبقى انا مختلف عن افراد الاسره اللي موجودين في البيت. كل ده نعرفه اكتر مع دكتور خالد احمد غزالي استشاري النباتات الطبيه وممثل منظومه خبيره التغذيه دكتور دعاء سهيل. رحب طبعا بدكتور خالد. اهلا بيك. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ طبعا الجو ده الناس اللي بتسافر ويروحوا النادي والسهر ولا حتى اللي قاعد في البيت طول ما احنا قاعدين عرض متواصل. طب عايزين نطلب بيتزا، عايزين قوموا حمروا لنا شويه كبده مثلا، دور بطاطس، فبالتالي احنا قاعدين ما بنعملش حاجه ان احنا بناكل. والعيد داخل، كل سنه وحضرتك طيب. مع السلامه. واكل العيد كله سعرات ودهون كتير جدا، فازاي نقدر ننقذ ما يمكن انقاذه بحيث ان احنا ندخل على العيد ان شاء الله كلنا يعني باحسن صحه واحسن حال، وفي نفس الوقت ما حدش يقول لي سيبي طبق الفت او ما تاكليش حته الممبار بما ان احنا عاملين ممبار النهارده، فازاي المعادله الصعبه دي نقدر ان احنا نحلها؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وكل سنه وانتم طيبين. بكره ان شاء الله اول شهر ذو الحجه، الايام العشر الاوائل اللي هم خير ايام الارض يعني. نيجي نتكلم نقول ازاي احنا داخلين على العيد الكبير وازاي مش هنتحرم. احنا عامه عندنا في منظومه الدكتوره دعاء مفيش حرمان. مفيش حرمان، ويمكن انا شرحت كذا مره ليه مفيش حرمان او احنا ازاي بنخلي ان مفيش حرمان. اول حاجه يا جماعه لازم نعرف حاجه مهمه جدا، ايه اللي احنا مقدمين عليه؟ مقدمين على كميات دهون كتيره جدا، كميات سعرات حراريه جامده جدا في العيد، كويس؟ اللحم الضاني، الفته، العيش المحمر بزبده، ايوه، ولحمه بالظبط كده فيها دهون، فبالتالي هنطلع من سعرات كتيره قوي. هنعمل ايه طيب؟ احنا لازم نفكر، لازم نفكر في الفتره دي. اللي يا جماعه عنده استعداد للسمنه او عنده زياده وزن لو ما خلاش باله هيخرج من ايام عيد الاضحى زايد له 5 6 كيلو. يا ريت زائد 9 على 5 والله يا دكتور. والله ده انت كده كارمهم يعني بيطلع رقم. هنقول المتوسط كويس؟ 5 كيلو. زائد ان كميه دهون احماض دهنيه حره موجوده جدا كتير جدا وكوليسترول وبتاع كتر عالي في الدم. فبالتالي هيبتدي يبقى معرض اكتر لامراض القلب والشرايين، كويس؟ للكبد الدهني اكتر. فكان عندنا حل بسيط، الحل البسيط هي الكورسات اللي احنا بنقدمها لمرضى السمنه. طب في الحاله دي احنا هنعمل ايه؟ مش هقول لك بقى ندي حاجه غلق شهيه ومش هندي، احنا كل ده في الكورسات عندنا. ايه هو المنتج الاساسي اللي موجود يقدر يخلي الدهون دي الجسم ما تدخلش الجسم وتمشي في الدم وتنزل مع الفضلات؟ اللي هو الاناسيليم. حلو جدا. او كرسي الاناسيليم. هنبعد عن اول عن احنا بنقول ان احنا بالاول بنقفل الشهيه بحاجه زي الجارسينيا وات ايفر. تاني حاجه هنتكلم عن كرسي الاناسيليم هيعمل ايه؟ الاناسيليم عباره عن بودره اناناس وبودره السيليوم ومعاها كروم ومعاها فيتامين سي ومعاها فانيليا، حاجات كتيره قوي كده موجوده، مش مكون واحد، مش مكون واحد، مجموعه حاجات في كيس واحد. كويس. طيب نيجي نتكلم عن الفايبرز الاولانيه او الالياف الغذائيه سواء اللي موجوده في السيليوم او الموجوده في بودره الاناناس. اول حاجه انا دلوقتي ابتدينا الاكل، هنبتدي الاكل، بناخد الكيس بنفتحه بتاع الاناسيليوم، نحط نص كوبايه ميه ونقلبه ونشربه، ونشرب وراه كوبايتين ميه ونقعد على السفره.
حلو. عقبال ما الاكل بيبتدي يتوزع انا هبتدي اكل لحمه ضاني وهبتدي اكل فته وهبتدي اكل ايه تاني في دسم تاني يعني هم كفايه كده كوارع وفي فشه ولا وما تنسيش كمان الرقاق ورقاق ده شفت ازاي ده رقم واحد اللي ماسق بميه الدهن سمنه كتير بقى بين الطبقات ادي بالظبط فبيبتدي انا هاكله طب كويس يعني هو يا دكتور معلش هقطع حضرتك اتفضلي هو دلوقتي اول يوم هيجي اول يوم العيد ان شاء الله هياكل عادي فته هياكل اللي فيها رز وعيش محمر واللحمه الضاني والكلام ده والرقاق كل المدام عاملاه واللي بناته عاملينه واللي ورايح لمامته ورايح حماته هياكل عادي جدا ابتدي ياكل هيحط قدامه طبقه او هياكل معاهم حسب طريقه الاكل اول حاجه احنا لما بنديله ادات الفايبرز دي او الحاجات الاناسيليم اول حاجه هي بتنفش في المعده فبتقفل جزء كبير من المعده فكده ابتدينا نقلل له كميه الاكل اللي هياكلها ليه؟ لان الدم بتنفش في المعده بتكبر بتبتدي هي بتدي اشاره للمخ تقول انا قربت اشبع بلاش نقول شبعت لان هو هياكل كويس هيبتدي ياكل عادي خالص طيب اكل حته لحمه ضاني معموله في الفرن ومسليه وزي حلوه كده جوعتني يا دكتور وانا جنبي منبر الناحيه الثانيه ده انا هاكل هناكل ليه هناكل والله تاني حاجه هنيجي مثلا ايه تاني حاجه السمنه اللي موجوده في الرز السمنه اللي موجوده في العيش اللي اتحمص الحاجات دي كلها كل الشعب تقريبا بياكل لحم اول يوم بالظبط طيب ايه اللي هنعمله بقى ده كده مشكله كبيره جدا انا مدخله يمكن مثلا 6000 سعر في الوجبه القليله دي اللي انت مش حاسه بيها الوجبه دي ممكن ممكن تاخد 6000 سعر ايوه هتاكلي لحمه قد ايه وحته الدهن ما كل اللحم فيه دهن والدهنه دي حته دهن قد كده 100 جرام ممكن تكفيك اليوم كله سعرات واحنا سبحان الله بيجي علينا لما بيجي علينا العيد بنبقى كاننا محرومين طول طول السنه كاننا هي عشان بس مناسبه بالظبط كده تحب تتلم قوي يبقى جو اسري فهو كان بقى كل الحاجات دي على قد ما قدر وشبع هو ما كانش كتير المريض السمنه لما خد الاناسيليم ما كانش الميكانيزم او ازاي بقى بنتخلص لسه عايزه اقول يعني لا مش قصه الدهون يا دكتور دلوقتي هو اخذ الكورس تمام كويس. الكورس طبعا مش مكون من حاجه واحده فيه حاجات كتير كذا بينقسم لكذا شق جوه بالظبط ايه اللي هيخليه ياكل ايه اللي هيحصل انا في معدتي كويس. هيحسسني ان انا مش جعانه ان انا استكفيت من الطبق الصغير اللي انا اكلته حاجه من اللي قدامنا ايه بقى اللي جوه في معدتي خلاني ان انا شبعت فجاه طيب اللي شبعتي فجاه ليه احنا قلنا الكورس عباره عن الاناسيليم عباره عن الياف الالياف دي عندها القدره جامده جدا على امتصاص الميه ولما بتمتص الميه حجمها بيكبر فبتملى قلنا جزء كبير من المعده ودي اول حاجه فيه انك انت مش هتاكلي كتير طيب انت كلتي وكلتي سعرات حراريه كتير طب احنا ازاي نقدر نخلصك من السعرات الحراريه اللي انت اخذتيها السعرات الحراريه دي عباره عن حاجتين اساسيتين الدهون اللي موجوده في اللحمه كويس طبعا اللحمه الضاني ما اكتر الدهون دهونها فيها كتير جداً تاني حاجه العيش والدهون اللي موجوده في العيش والدهون اللي موجوده في الرز والكربوهيدرات او النشويات اللي في الرز واللي في العيش طيب ناخد اهم حاجه الدهون الدهون دي لما بتبتدي تدخل في المعده وتتقلب في المعده ولقيت مين موجود هناك احنا مقدمينه لها مستنيها يقول لها تعالي اللي هو ايه الاناسيليوم او الفايبرز الدايتري فايبرز اللي احنا حاطينه الالياف الغذائيه اول ما الالياف الغذائيه دي تلاقي الدهون داخله عليها تقول لها لا طب تعالي بقى انت مش هتعدي الامعاء انا هاخدك على ظهري وهكلبشك وايه احنا محتاجين الكلبشه دي تحصل جوه ده هكلبشك كده على ظهري مش همتصك جوايا واخدك اخرجك بره مع الفضلات يعني حتى نسبة الدهون كده مع بعض بص حضرتك هتتاخدوا كده مع بعض وتاخدها وتمشي يعني نسبة الدهون اللي احنا اكلناها جامد جدا بنسبة مش اقل من 90% بالظبط يعني انا بحرق القديم المتراكم ده بنحرقه ليه؟ لان بدخل سعرات اقل بالظبط والجديد اللي داخلي بالظبط كده بتاخده على ظهرها زي ما قلنا كده بالظبط كده وخارجه بيه طب النشويات هنعمل فيها ايه؟ طب ما النشويات دي مصيبه برضه ما تنسيش ان انا دايما عدو السكر انا عدو السكر رقم واحد انا نفسي ما يبقاش اكلنا فيه سكر خالص ده مش كلامي على فكره ده مش كلامي بتركز على النقطه دي بالظبط ده مش كلامي ده مش كلامي انا مش عالم كبير بقى لدرجه ان انا اقول ما ناكلش سكر لا ده كلام ناس يعني احسن علماء العالم بيتكلموا في الموضوع ده دلوقتي طب هو السكر يا دكتور بكل صوره يعني ادمان من الاخر طيب بكل صوره كل صوره يعني سكريات عموما الحلويات كده يعني بسبوسه كنافه بص حضرتك السمنه ارتفعت في العالم بالنسبه العاليه من السبعينات لغايه 2009 بسبب مقابل ليها زياده استهلاك السكر مش الدهون مش الدهون الدهون قالوا ان الدهون هي اللي بتسبب السمنه الجامده لا الدهون طلعت بريئه هو السكر اللي بيسبب السمنه الجامده وانا شرحتها قبل كده طيب نيجي بعد كده نقول ايه ادي الدهون خرجنا
النشويات بقى بنعمل فيها ايه بقى؟ الانسيليوم بقى، كورس الانسيليوم الغلق للشهيه واللي ساعد على الحرق والى اخره، بيعمل فيها حاجه ظريفه جدا، بيغلفها. بيغلفها بطبقه جيلاتينيه زي الجيلاتين، انت لو عملتيها تبقى عامله زي الملوخيه زي الميوسلش كده. ها دي بتغلف النشويات. كويس؟ فبتخلي بالذات انزيم الاميليز او الانزيم اللي هو بيكسر النشويات لجلوكوز ما بي ايه؟ ما بيوصلهاش. لا ممكن نشرحها بصوره طيب. يعني بالبلدي كده يا دكتور عشان لقمه العيش احنا بناكلها. كويس؟ بالزبط. انا علشان لقمه العيش دي تتكسر، انا بقول زي ما انا اقول التجربه دي كنا بنعملها زمان واحنا عيال صغيرين، تجيب لقمه عيش وتمضغيها تحطيها بقك كتير وتقعدي تمص فيها هتلاقيها اتسكرت. ليه؟ النشويات بتتكسر بانزيم موجود في اللعاب، هو موجود في المعده اسمه الاميليز. ده بيحولها لسكر. ده بيحولها لسكريات بسيطه. طيب انا دلوقتي لما باخد الكربوهيدرات دي وباخدها وبحط عليها اللي هي الانسيليوم او بودره الانسيليوم، كويس؟ بتروح مغلفاها. ما توصلش الانزيم ليها. زي ما بنقول كده ايه؟ قفلت عليها بالظبط، هي عملت شيلد. شيلد ما تحولش السكريات. ما تحولش السكريات، ما يوصلهاش. تنزل بقى في الامعاء بعد كده، هي دي ليها دور تاني في الامعاء، ما دي فيش داعي. طب ده يشمل كل النشويات؟ كل النشويات. يعني الرز، كل ما هو نشويات بيحصل معاك كده. طبعا مش بنسبه 100% عشان برضو مش زي ما اخد سكر خام. لا السكر ده بصورته بالصوره اللي بقى السكر ده على جنب. طيب يبقى اذا انا عملت ايه بقى؟ اول حاجه ما حرمتكيش من الاكل، خليتك تاكلي كميه معقوله، دخلت لك سعرات قليله من اللي انت كلتيه. ثالث حاجه اديت فرصه للجسم ان هو ياخد السعرات بتاعته منين؟ من الدهون اللي موجوده. اجي طب انا عايز اساعد الجسم تاني في الكورس الانسيليوم ان هو يكسر الدهون اللي موجوده عنده، لازم اساعده انشط انزيم تاني عنده اسمه انزيم اللايبيز. الانزيم اللايبيز ده بيكسر الدهون، بنشطه حاجه زي الراسبيري. الراسبيري بتطلع نور ادرينالين او نور ابنفرين، ده بينشط انزيم الاميليز فبيحرق داخلي. الشاي الاخضر بيحرق داخلي، القهوه الخضراء، خلاصه مش الشاي الاخضر العادي، خلاصه الخلاصات عندي. الكورس موجود فيه يا دكتور، في الحاجات دي كلها اللي انا بتكلم عليها. كويس؟ الخلاصات كلها. فبالتالي هو بيبتدي يخس وبيبتدي يشبع وبيبتدي ياكل ومبسوط جدا. زائد ان احنا عندنا بقى في الخدمه الاساسيه عندي غير جوده المنتج، غير ترخيص المنتج اللي هو منتجات مرخصه، غير ان المنتجات ملهاش اي اعراض جانبيه، لا تتعرض مع الامراض، بل بالعكس بتساعد امراض السمن، بتساعد امراض السكر والضغط وارتفاع الكوليسترول، كل الحاجات دي بتساعدها علميا، علميا مثبوته الحاجات دي علميا. طب انا المهم عندي بقى يعني اللب بتاع المنظومه عندنا هو الدكتور او الاخصائي التغذيه اللي بيتعامل مع مريض السمن عندنا. ده بيرشدك للطريق السليم للحفاظ على صحتك. بيرشدك، يقول لك مثلا هناكل سلطه، هنشرب ميه، هننام بدري. على فكره انه زي حد كده بيوجهني، هو توجيه استخدم الكورس ازاي عشان يجيب افضل نتيجه. هي الكورس هي دي الفكره. لا اللايف ستايل كمان. يعني دكتور هي مده الكورس بتكون قد ايه؟ يعني الكورس بيقضي شهر. شهر شهر بنخس فيه من 8 ل 12 كيلو باذن الله ان شاء الله. كويس؟ فانا بقول لك هو لا بينظم لك بقى، بيقول لك مثلا هتفطر الصبح. النوم من الحاجات المهمه جدا في التخسيس. او كونوا فاكرين انك لما تنامي لك 10 ساعات ولا 8 ساعات ولا 9 ساعات ده وحش. ده اهم حاجه النوم، اهم حاجه عدم القلق بالليل، اهم حاجه عدم الاكل بعد 8 بالليل. انا بقول كده معلومات عامه. كويس؟ مالهاش علاقه بقى بحد عايز يخس، حد عايز ده دي معلومات عامه للصحه. ده الشخص طبيعي. الانسان اللي بيجوع بالليل يعرف ان هو يبتدي يبقى عنده سمنه. طب نعمل ايه يا دكتور لما نجوع بالليل؟ بان مصر كلها الناس كلها بتيجي بعد 8، ده بتبقى بعد 10 بالليل و12 12 ايه؟ 3 و4 الصبح الناس بتقوم في حاله جوع فجائيه بتيجي، فبنتجه على طول ان احنا ناكل اي حاجه. ده بدايه حاجه اسمها الانسولين ريزيستنس. دي بدايه كده، ده جرس انذار الجوع ان في حاجه اسمها ايه؟ الجسم ابتدى يقاوم الانسولين، فبيبتدى يبقى فيه انسولين كتير في الدم، فبيبقى عايز سكريات وعايز حاجات. طب والدهون اللي بتاكل بالليل دي يا دكتور، يعني مثلا كلت مثلا بيتزا بالليل الساعه مثلا واحده بالليل، البيتزا دي بدورش فيها على الدهون، ده بدور فيها على الكربوهيدرات اللي ملياها. يا جماعه مش هتعمل اكل البيت يا جماعه، والله بقول لك المشكله. بس الفكره ان في يعني في ناس بتبقى مش بتبقى متخيله يا دكتور ان السعرات مش هتتحرق. بص لو احنا جبنا حزمه بقدونس وقطعناها، نص بصله وقطعناها، كويس؟ اي حاجه خضراء قطعناها وحطينا عليها بيضتين وعملناهم عجه، قرص عجه وحطيناهم قدامنا، والله بيبقى طعمه تحفه.
يمكن غلطت. بيبقى حلو جدا. الفكره ان انا اسد جوعي بس على فكره انا بعرف اطبخ على فكره. كده هبتدي اقلق منك يا دكتور. هي الفكره ان انا اسد جوعي فين الفاكهه بدون سعرات كتير، هي دي النقطه. فين الفاكهه؟ سمرتين فاكهه، البطيخ دلوقتي الشاب، كل فاكهه الصيف جميله. حتى العنب اللي بنخاف منه، حتى التين، بس الخلية المعتدلة. هي الفكرة كلها الناس كلها تبقى فاهمة اكل ايه واكل امتى. بالظبط. فهي كده دي النقطة اللي دايما حضرتك بتوصلها لنا. بالظبط. وده بنوفرها وجودة عن طريق اخصائيين التغذية اللي موجود اللي بيتابعك اسبوعيا. يعني الموضوع منظومة، بالتالي الناس حافظت المنظومة. اكيد طبعا يعني اكيد في ناس كتير تواصلت وزنهم بالفعل بينزل، وكنا اخذنا قبل كده حالات كتير قوي صور معانا على الهوا عشان تشوفوا بنفسكم ناس قدرت في فترة قصيرة تغير حياتها. نورتني يا دكتور، الحلقه معاك يعني انتهت بسرعه جدا، بس حضرتك دايما منورني وبتجيب لنا دايما معلومات قيمه جدا بصوره مبسطه وسهله لحبايبي اللي بيتفرجوا علينا. نورتني ان شاء الله لينا حلقات جايه كتير مع بعض ان شاء الله. ربنا يبارك. نورتوني. حلقه دسمه كده وحلوه ان شاء الله عشان شغل العيد. ودسمه حلقه حلوه خفيفه يعني نص دسمه عشان شغل العيد ده. لسه يا دكتور في حاجات جايه كتير ان شاء الله عشان حبايبي يفضلوا متابعيني طول الايام الجايه عشان شغل العيد. كل سنه يا رب وانتم طيبين. كل حاجه تنزل على صفحتي بالتفصيل، مطبخ توته مراد بالمقادير بالتفاصيل بالصور بكل حاجه باذن الله. اشوفكم بكره على خير. السلام عليكم.